باللي كنت حابس 4 سنين كنت مهمش بسبب اصابه خطيره وين الاطباء كاع قالوا لي ما تقدرش تولي سبور. تعديت نفسي ورجعت للرياضه هذه. وهذه اول ما يحفلكمش رفع الاثقال لازمك عده بطولات باش تكتسب الخبره للمنافسه لانه مش سهل رفع الاثقال. واليوم راني بالاصابه تاعي وراني دخلت المقابله هذه مي معليش الحمد لله درت دي بيرفورمانس جدد من قبل الاصابه ما درتهمش بعد 4 سنين الحمد لله يا ربي. ولكن حبيت ميداي نديرها ناديها الجزائر في بلادي معليش ماشي مشكل مازالوا ليامات باري 2024 ان شاء الله مازال ما مور شهر كاين لي جو اسلاميك ان شاء الله باذن الله نجيبوا لي ميداي نجيبوها من بلادهم من هيه وان شاء الله فيها خير. وانا راني بطل عالم ونائب بطل عالم وان شاء الله عندي خبره كبيره ان شاء الله ونديروا حاجه كبيره ان شاء الله بارك الله فيكم. والله شوف جمهور نتاسف بزاف لانه حبيت ميداي في بلادي صحيح.